المواضيع المهمة في يونت 3 للصف الأول الإعدادي ديت أهم 3 مواضيع موجودة عندنا في يونت 3، يعني الباراجرافات المهمة في اليونت ديت هو ده عشان الامتحان بتاع شهر نوفمبر. أول فقرة أو أول باراجراف بيتكلم عن ماي بيست فريند، يبقى أول موضوع مهم ماي بيست فريند. مثال عليه: ماي بيست فريند از كولد، أو الاسم الصديق بتاعي، واقول عمره: هي از 12 years old، هي هاز جود شورت بلاك هير، وابدا اوصفه: هي هاز جود بلو ايز، هي هاز جود جلاسز، هو لابس نظاره، هي از فيري كايند، هو طيب جدا، هي از اولويز هيلبس مي، هو دايما بيساعدني، هي لايكس بلاينج فوتبول اند باسكت بول، بنلعب فوتبول وباسكت بول، هي از جود ات، هي از ا جود رانر، هو بيجري كويس. He can run fast. He wanted to be a footballer. يبقى أول موضوع عن my best friend، أتكلم عن my best friend اسمه وسنه ومواصفاته أو شكله، وبعدين الحاجات اللي بيحبها والألعاب اللي بيلعبها وهو عايز يبقى إيه. الموضوع الثاني my favorite sports star، مهم جدا إزاي أتكلم عن النجم الرياضي المفضل بالنسبة لي. هشوف نجم رياضي محدد وأتكلم عنه. My favorite sports star is دعاء القباشي. She is a famous sports star. هي مشهورة. She is Egyptian. هي مصرية. She is very tall. She is strong and fast. She is very friendly. She always has a big smile. She can jump very high. She plays volleyball for Egypt. هي بتلعب طبعا volleyball. She is very good at volleyball. She has a lot of fans. She has a busy life. هي حياتها مشغولة جدا. الموضوع الثالث اللي هو عن قصة قرأناها، والقصة اللي موجودة عندنا في الوحدة اللي هي أليس أدفنتشر إن ووندرلاند. هقول أنا بحب القراءة مثلا، I like reading. Adventure stories are my favorite. القصص المغامرة دي المفضلة بالنسبة لي. Last week I read a story called Alice Adventure in Wonderland. أنا قريت قصة أليس في بلاد العجائب. It's a famous children's story. طبعا هي قصة أطفال مشهورة. The story is about a girl called Alice went to Wonderland. القصة بتتكلم عن بنت اسمها أليس ذهبت لبلاد العجائب. She has many adventures there. وعملت هناك مغامرات كثيرة. She was sensible and a brave girl. البنت كانت مواصفاتها أن هي sensible يعني حكيمة أو عاقلة، و brave شجاعة. She met a lot of interesting characters there. شافت هناك شخصيات كتيرة. At the end of the story all the characters helped her to back home. كل الشخصيات ساعدتها أن هي ترجع لبيتها تاني. I like this story so much I'd like to read it again. حبيتها جدا وهقراها تاني. يبقى دي أهم 3 مواضيع موجودة عندنا في يونت 3. المواضيع المهمة عندي في يونت 4 عشان امتحان شهر نوفمبر الأولى إعدادي. يونت 4 المواضيع المهمة فيها أو موضوع اللي هو your classroom، ومن أسهل المواضيع أن أنت تتكلم عن فصلك، تتكلم عن نفسك الأول وأنت في مدرسة إيه والمدرسة بتحبها ولا لأ والمدرسة مواصفاتها إيه، وبعدين تبدأ تتكلم عن الفصل بتاعك، إيه الحاجات الموجودة في الفصل، يعني مثلا موجود لابتوبز، موجود MP3 بلاير، موجود إيه، إيه الحاجات اللي موجودة وإيه اللي مش موجود. عندي مثال عليها: I am Mona. I am 13 years. I am in prep 1. I like my school. بحب مدرستي. We have a big classroom. فصلنا كبير. There are enough desks for us. في ديسكات كتيرة. There is a whiteboard. عندنا سبورة ذكية. There are 2 laptops. عندنا 2 لابتوب. There isn't an MP3 player. ما عندناش MP3 player. There is a printer. في printer. It's on the table. We have got a printer. We use it to print our homework. In my classroom, it's a nice place to learn. The classroom ده مكان جميل إن أنا أتعلم فيه. There are tables in the classroom. We often use them at school. There is 1 laptop. It has a mouse. I have mobile phone, but I don't use it at the classroom. There aren't any printers in my classroom. بقى ده ازاي اتكلم عن فصلي، سهل جدا من اسهل الموضوع اللي ممكن تيجي. الموضوع التاني اللي هو nature or technology، اللي هو بيتكلم عن الطبيعة والتكنولوجيا او التكنولوجيا. النيتشر
تعال نشوف النيتشر نتكلم عن ايه. طبعا الحدائق، البحيرات، الاشجار، الحاجات الطبيعيه. I love nature، انا بحب الطبيعه. I like being in the garden، بحب اروح الجاردن. I don't like being in the building، ما بحبش ابقى في البيت او مبنى. I like walking and watching the trees, animals, flowers. I like looking at the sky. It's very beautiful. At school, I always go outside at break. Sometimes I don't go outside when it is too hot or too cold. I use my mobile to take photos of nature. I enjoy my time when I am at park or garden. أنا بحب الطبيعة وبحب أشوف الأشجار وبحب أبقى برا. طيب لو جبنا عن التكنولوجي هنستخدم نقول ايه. I love technology very much. My favorite hobby is playing video games. It's an exciting hobby. I spend most time playing them. I play them on my mobile phone. At break time at school, I stay in the classroom and I look at a website for new games. اخر موضوع مهم جدا، من اهم الموضوعات اللي ممكن تيجي، اللي هو how to stay safe online، ازاي نبقى امنين عبر الانترنت. طبعا مهمة جدا، مهم جدا الموضوع ده، من اكتر مواضيع اللي ممكن تيجي، ان انا ازاي اامن نفسي وانا عند عبر الانترنت وانا اونلاين. اول حاجة ان انا الباسورد بتاعي يبقى سيكريت، ما بعتش صور لاي حد ما اعرفوش، ما اتكلمش مع حد ما اعرفوش. تعال نشوف. Using the internet is very useful. We can use it to do many things. It sometimes has some problems، ولكن بتقابلنا مشكلات. It's important to stay safe online. لازم نبقى آمنين. There are many tips we should follow to be safe. كلمة tips يعني نصائح. في نصائح نتبعها عشان نبقى آمنين. Keep your password secret. خلي الباسورد بتاعك secret، سري. Don't make friends with people you don't know. ما تعملش صداقات مع حد ما تعرفوش. Never to your personal information to others. ما تقولش لحد معلوماتك الشخصية. Don't send your photos to people you don't know. ما تبعتش اي صور لحد ما تعرفوش. If you have a problem، لو عندك مشكلة online، you should tell a parent or a teacher. تقول لباباك او المدرس بتاعك. Tell a parent or a teacher if you are worried about something. لو انت قلقان من حاجة استشير المعلم او الوالدين. ودي اهم المواضيع ليونت 4.